برنامج أمة العدل، أمتنا أمة خير وفضل، أرست للعالم مبادئ الفضل حتى بلغت حضارتها أنحاء المعمورة، وصارت محاسنها في أهلها مشهورة. أمة العدل برنامج تقدمه لكم آثار للأعمال التاريخية بصحبة الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في جانب آخر من جوانب أمة العدل، ومع علي رضي الله عنه وما عرف به من حرصه على العدل في الأمور كلها. الإنسان يا إخواني يا أخواتي، لا سيما الشاب، لا يمكن أن يدرى عقله ولا أن يعرف فهمه إلا إذا جرب، والحياة تجارب. ولا شك أن استشراف المسؤولية والقيام بها مما يعين الإنسان على زيادة في رجاحة عقله وقوة في فهمه وذهنه. وليس بغريب أن يوكل أمر قيادة الناس أو مما يعنى بالفصل بين خصوماتهم إلى رجل قد بلغ 40 أو دونها أو أكثر منها بقليل، يعني دون 40 أو أكثر، فمثل هذا هو بلوغ الأشد. لكن أن يوكل فصل القضاء بين خصومات الناس إلى شاب ويكون هذا في مكان نائ عن بلده، في أرض غريب فيها، لا شك أن هذا لا يكون إلا عند من يعرف منه التمام في رجاحة العقل وسداد الرأي. كل هذا جرى مع علي رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن قاضيا. فأتى أهل اليمن وهو شاب، هم لا يعرفون عنه إلا أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن تجلت في شخصية هذا الشاب الحكمة والعقل والعدل في الفصل بين الناس في خصوماتهم. ما الذي حدث باختصار؟ لما دخل علي رضي الله عنه اليمن صادف مسألة، صادف قضية شائكة. كان هناك 4 أصحاب جلسوا عند بئر ماء، فرمى أحدهم آخر فسقط، فمع سقوط هذا الساقط جذب معه آخر، فجذب الثاني الثالث، وجذب الثالث الرابع، فسقط 4 في بئر الماء، سقطوا. وجاء الناس واجتمعوا وهم يعرفون من الذي أسقط الآخر، لأنه كان في محضر الناس ومجمعهم. طيب، أنا أسألكم الآن سؤالا يا إخواني يا أخواتي، الدية تلزم من؟ واحد يقول ما تلزم أحد، كلهم طيحوا بعض. الثاني قال لا، يمكن تلزم الأول بس لأنه هو اللي تسبب طيحهم كلهم. الثالث قال يمكن الدية عليهم كلهم. الرابع قال شلون نلزمهم بالدية وهم موتى. الخامس قال ما أعرف، وهذا ريح نفسه وصرح. لما جاء علي رضي الله عنه ما الذي صنع؟ قال اجمعوا لي 4 ديات، أبي دية كاملة، ودية فيها 3/4، ودية فيها النص، ودية فيها الربع. ما الذي صنع؟ أعطى اللي مات آخر واحد دية كاملة، واللي مات الثالث أعطاه 3/4 الدية، واللي مات بعد أعطاه نص الدية، واللي مات آخر شيء أعطاه ربع الدية، لأنه سقط بغير متسبب وجذب معه آخر. كأن هذا الحكم لم يعجب أهل اليمن،
أو ترددوا في قبوله، فعرضوا هذه المسألة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتوا مكة في حجة الوداع مع علي رضي الله عنه، فأخبرهم بقضائه، فكان القضاء موافقا لقضاء علي رضي الله عنه. إنهما يغرفان من معين واحد، إنهما يسيران في ببان واحد، إنهما قد عاشا في بيت واحد. إن علي رضي الله عنه قد تربى على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومنه أخذ وتعلم. إذن هذه صورة تدل على رجاحة عقله، بل كان علي رضي الله عنه خير مستشار ومعين لعمر، القاضي الأول، المستشار الأول علي رضي الله عنه. كان عمر إذا سئل عن مسألة يقول: سلوا عنها أبا الحسن، ما يقطع الرأي دون الرجوع إلى أبي الحسن. أهذا نقصان في عقل عمر رضي الله عنه؟ لا، لكنه عرفان بعقل علي رضي الله عنه. طيب، ما رأيكم أن أختم بقصة طريفة عن علي في القضاء؟ يقال بأن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه، تراني بسألكم السؤال، حاولوا تجاوبون، ما حنا مجرين الأسبوع القادم أو الحلقة المقبلة اليوم، لكن حاولوا تجاوبون. جاءك رجل الآن وقال: رأيت في المنام أن فلانا يضربني، ماذا تصنع؟ هذا ما هو بنبي، رؤياه مردودة عليه. هذا ظاهر رجل كان ناقص العقل، فجاء إلى علي رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، رأيت في المنام كأن فلانا قد شتمني وطعن في عرضي. هذا قذف، والقذف في 40 أو 80 على خلاف، في 80 جلدة. طيب ماذا يصنع؟ وهذا في المنام. طبعا جوابه الرؤيا لا تعد، بس أراد علي رضي الله عنه أن يلاطفه. شوف الأدب الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ قال: اجلد ظله 80 جلدة. أنه علي يقول: ما دامت في المنام خليك في اليقظة مع الظل، فالظل يحاكي المنام. نكتفي بهذا القدر، ولنا بقية مع علي رضي الله عنه حين تولى سدة الخلافة. فحين تولى سدة الخلافة كان آية في العدل ومعجزة في النبل والخلق، وهكذا من كان في كنفه صلى الله عليه وعلى وسلم علي الإمام الزاهد القاضي الحاكم العادل. سنعرف طرفا من أخباره لما تولى الولاية وحكم الناس بالعدل في لقاء مقبل بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية برنامج أمة العدل للباحث في التاريخ عبد العزيز العويذ.